السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب الوطني لكرة القدم في زار وامين شيخة في التربص المقبل ان شاء الله، يعني ان شاء الله يا رب العالمين. وان شاء الله نتمنوا حاجة برك، ابراهيم مازا الاصابة ما تكونش يعني ما تأثرش عليه ان شاء الله. هذا مكان وين يتوقع المتتبعون لشؤون المنتخب الوطني أن قائمة المعنية بتربص شهر نوفمبر المقبل تحسبا لمباراتين المقررتين أمام ليبيريا وغينيا الاستوائية بالرسم جولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا ستحمل العديد من الوجوه الجديدة والتي ينتظر أن ترسم التحاقها، وعلى رأسهم الثنائي المدافع نادي بريمن ميشيل فيزار والمهاجم نادي كوبنهاغن الدنماركي امين شيخة. واعلن مدير رياضي لنادي بريمن الالماني عن تلقي المدافع الفريق فيزار الذي غير مؤخرا جنسيته الرياضيه الى الجزائريه بعدما انتظر مده 3 سنوات، يعني وين تلقى الدعوه الرسميه من طرف الاتحاد الجزائري لكره القدم للالتحاق بتربص المنتخب المقرر شهر نوفمبر المقبل. وصرح المدير الرياضي لنادي بريمن عبر صفحته الرسمية لنادي الألماني بالفعل تلقى فيزار الدعوة، سيسافر إلى الجزائر خلال فترة التوقف الدولي القادمة وسيلعب للمنتخب الجزائري، يعني كان منتظر الحمد لله يا ربي. مهم جماعة ما تنساوش بارتاجونا وما تنساوش هنيك تفعيل الجرس باش نطيحوا التبليغات اللي راهم على القناة شوبير دي زاد. وكان فيزار قد استكمل كافة الإجراءات القانونية على مستوى الفيفا لترسيم التحاقه بصفوف المنتخب الوطني، خاصة ما يتعلق بتغيير الجنسية الرياضية. هذا اللعاب اللي كان غادي يكون مع المنتخب شات أنا واحد قال لهم يجيبوا لنا في الكهول 30 عام. على قلت لكم باللي المدرب السابق هرد أجيال، هرد أجيال، كي نقول باللي هرد أجيال يعني واحد كيما حسام عوار، واحد كيما قويري، واحد كيما أيت نوري كلش نورمالمون 2026 دوزيام كوب دي موند تاعهم يلعبوها، نورمالمون دوزيام كوب دي موند تاعهم، نورمالمون دوزيام كوب دي موند تاعهم 2030 يلعبوا ثلاثة تاع لي كوب دي موند. بصح للأسف للأسف هذه للاسف نورمالمون هذو اللعابه كيما هكا، بصح الله غالب اش غادي يقول لهم، اش غادي تقول لهم خويا. ناس سكتت، ناس سكتت، كانوا كيما قال لك كانوا مين يشوفوا لونترينار يبدلوا الطريق يخافوا، ناس كانت ساكته ما كانش كان يهضر، رغم ان كنا متلقين يعني الشتائم من عند هذا المرخص، هذو كان لي رخيص. حنا نهضروا على المنتخب الوطني ونقولوا لازم تجديد ولازم ضخ دماء، هما يعايروا فينا وداروا لنا اعداء الجزائر. كوي قال لك لا ما يبغيش لا بمشي بمشي عاجب، لا دارك عدو، ولا يقولوا لنا هذو اعداء المنتخب الوطني. هما خاصه هما بانوا الحقيقه تاعهم، الجزائر خسرت يعني هذيك بغات تبين برك هذيك خساره، غير يبغى ربي يبين لنا هذو الجراثيم. جزائر خسرت، واحد يخرج يرقص، واحد داير غنى، واحد داير من واحد، الفيسبوك مطرطق كاع الناس فرحانه تحسب مع شي كاين كاع هنا لي انا يعني عقل عليا مشت الفيسبوك معمر تيك توك الناس كاع فرحانه بلا لي كومونتير الناس فرحانه. قلت لكم يا ودي روحوا نتوما فيكم ريحه الخنزير، نتوما روحوا عند البيطاري فوتوا، لازم تروحوا تجروا رواحكم خاطر غير خنزير اللي ما يعرفش امه وما يعرفش بابه وما يعرفش، على ربي محرم علينا اللحم تاع الخنزير باطل. يعني واحد كيدو كي يفرح لامه الطيح يفرح لها اش تقرا منها، هذه ام. حنا بينتو بلي كنتو تسيبورتو في شخص ماشي في بلاد، ماشي الوان وطنيه هذه هي. المهم وفي نفس السياق ينتظر ان يتلقى المهاجم الواعد لنادي كوبنهاغن الدنماركي امين شيخة بدوره دعوة أيضا للالتحاق بالمنتخب الوطني بمناسبة تربص نوفمبر المقبل، بحسب ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو
الأحد عبر حسابه الرسمي على منصة الإكس، وكشف الصحفي الإيطالي أن أمين شيخة بشر رسميا إجراء تغيير جنسيته الرياضية، مؤكد أنه اختار رسميا تمثيل الجزائر بعد تدرجه في الأصناف الصغرى للمنتخب الدنماركي. وكانت العديد من المصادر الإعلامية الجزائرية سجلت تواجد أمين شيخة شهر أوت الماضي بسفارة الجزائرية بالدنمارك لاستخراج جواز سفره الجزائري. وفي سياق متصل، بددت إدارة نادي هيرتا برلين الألماني مخاوف الجماهير الجزائري بخصوص الإصابة التي كان تعرض لها النجم الجزائري الصاعد إبراهيم مازا يوم السبت الماضي على مستوى الركبة. ما نعرف على الله، احنا دروك هذا اللاعب إبراهيم مازا ما نعرف والله، ما راني عارفين كاع والله، ما نجموش نهضروش هكاين، ماشي قال لي نعرف وانا نهضروه، والله ما راني عارفين كاع والله. لا بزاف ما يجعل الإصابة تاعو شوية ما على مكان. إن شاء الله إصابة برك. وما سهلة كاع، الله شو بينا ترى؟ أبي أنا أقول له هذا إحنا لا لا صحيح. أنا هدرت النهار على الجوا اللي قال لي عاير أصحابه قال لك ما يغنوش قساما وكلش. أنا هدرت عليها في جونفي نهار اللي عيط المدرب وتشاد معاه كبيرة بيناتهم. أنا هدرت عليها فمك أيا وتربحوا. أنا هدرت عليها هذيك. يعني يا رمزية هو أكد لكم قال لكم عيط له وهدرت معه. لا ما هدرت معه، شعلت بيناتكم. أعطيك الرسمي شعلت بيناتكم يا ودي. احنا كي جاي هذا في زار يا ودي رحمة ربي والله. شو بين الوالي صادي غادي ترشح هذي تقولها لي انا يا اخويا، هذي تقولها لي انا ولا شو بير يا ودي كيف؟ أروح أقول لك أروح شو بنقول لكم. شو السيد قال لي شفت البارتي واه شفتها، الأهلي المصري مع النادي تاع 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 بطل آسيا. يا أروح أقول لك يا صاحبي، أروح نعطيك حاجة يا والله. أفريقيا كبيرة بزاف على الخليج، وكبيرة بزاف في البولة، ما يتساواوش فور عليهم بزاف. نع الشيطان أنت مهبول تاع ولا مالك؟ أهلي يقول لك إمارات باينة، نادي إمارات باينة بلي غادي تربح، مالكم باينة ضربة بربعة ولا خمسة ثلاثة داروا معاهم. يا مهبول جاية حال المدرب السابق داي ألقاب كاش ما بان، هم يقدر من الجزائر كوب دافريك ولا تبلو بان مالكم. هو ما كي هو لابريك تلعب دور كبير أخويا. هذه هي
على الله.